هذه البطولة سوف نتعرف على المنتخب الوطني التقني الذي يمثل الجزائر في المحافل الدولية في البطولة الإفريقية وكأس العالم في إيطاليا. بحول الله سوف نتعرف على الأسماء الجديدة. يعني سياسة نحن في رياضة البوبيتران أن كل عام الفريق الوطني يتجدد، يعني إذا من أراد يعني أن يكون دائما في الفريق الوطني فعليه أن ينجح في البطولة الوطنية. أزيد من 400 مشارك من مختلف ولايات الوطن، أكثر من 14 ولاية باش نشارك في الحدث. وبالنسبة لهذا الصنف هو صنف أكابر، يعني من أجل التصفية للفريق الوطني.